خلوني اخد مع حضراتكم مكالمه، يمكن واحنا بنتكلم على مساله اهل المدارس والحاجات الحلوه اللي انا شايفها قدامي دي. استاذ احمد ابو الفضل هو مدير عام الاداره العامه لشؤون الرقابه التجاريه بوزاره التموين. خد بالك الرقابه التجاريه مهم قوي الكلام ده. ازيك يا استاذ احمد؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ وكل عام وحضراتكم بخير لحضرتك وجميع الساده المشاهدين. ازاي الحال؟ كله تمام؟ والله الحمد لله في نعمه. الرقابه التجاريه دي، الحمد لله رب، الرقابه التجاريه دي تراقب الجوده وتراقب الاسعار؟ بالظبط زي ما حضرتك اشرت، الاثنين مع بعض دي مهمتنا. ايوه الاثنين مع بعض. طيب الرقابه على الاسعار اخبارها ايه دلوقتي يا استاذ احمد؟ طيب خلينا نتكلم بالنسبه للاسعار يا فندم. هو استقرار الاسعار بيجي من حاجتين. اول حاجه التنافسيه اللي موجوده في السوق. أيوة. من خلال التنافس الشركات والمصانع والتجار، فده بيؤدي طبيعه الحال الى استقرار الاسعار. ده الشق الاولاني. والشق الثاني بقى هو دور الرقابه بتاعنا. يمكن وزاره التموين طبعا اللي بيرسم عليه الدكتور علي مصلحي، يمكن توجيهاته لينا دايما بتشديد الرقابه على الاسعار وتكثيف الحملات على الاسواق. الهدف منها حاجه مهمه جدا، دخل طمانينه في نفوس الساده المواطنين ان السوق مستقر، وفي نفس الوقت برضو التفتيش على الجوده مش السعر بس. التفتيش على الجوده مش بس السعر. ده كويس، ده كلام رائع، هنفتش على الجوده. بس انا عندي مشكله كبيره في مساله التفتيش على السعر. الناس بتشتكي من ايه يا استاذ احمد؟ انه في اماكن كتير جدا بتزود اسعار عيانا بيانا، جهجهوني، ومفيش حد بيقول لهم انتوا فين. طيب يمكن دوت دور الرقابه عندنا حضرتك، يمكن الساده المفتشين اللي في وزاره التموين وعلى مستوى المديريات اللي موجوده في محافظات مصر، يمكن على علم ودرايه تامه جدا بكيفيه احتساب وحساب هامش الربح بالنسبه للتاجر. عمليه سهله وبسيطه، ما بتاخدش وقت كتير جدا مع الساده المفتشين في التشييك او التفتيش داخل المصانع او حتى المحال التجاريه. فدي يمكن امر محسوم تماما. ولكن يمكن زي ما اشرت لحضرتك قبل كده ان استقرار الاسعار هو بياتي من التنافس اللي موجوده في السوق. الحاجه اللي عايز اشير اليها برضه حضرتك على سبيل المثال، ان النهارده يمكن تم افتتاح طبعا معرض اهل مدارس زي ما حضرتك اشرت، وشرف طبعا بافتتاحه معالي دوله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والسيد وزير التجاره والصناعه مع طبعا الدكتور علي المصلحي والسيد اللي هو محافظ القاهره. يمكن حضرتك عدد العارضين الموجودين في المعرض حوالي 199 عارض. الحاجة الجميلة بقى إن 70% أو أكثر من 70% من المعروضات داخل المعرض هي صناعة محلية مصنوعة داخل جمهورية مصر العربية. ويمكن ده الهدف الأساسي من إقامة أي معرض داخل جمهورية مصر العربية زي ما بيوجه دايما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الهدف من إقامة المعارض دي تفضل يمكن حاجتين. أول حاجة هو تخفيف العبء عن كهل السادة المواطنين. الحاجة الثانية بتظهر القدرات الذاتية للبلد. أنا بلد عايز أنمي الصناعة بتاعت المحلية. ويمكن يعني رب ضارة النافعة، يمكن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أدت بينا إن إحنا لازم نعتمد على التصنيع المحلي بنسبة كبيرة جدا. يعني أنا شايف الموضوع ده من نظرة إيجابية شوية مش سلبية زي بعض الناس ما بتشوفه، إن إحنا لازم نعتمد على نفسنا في الصناعة. لازم يبقى لنا مكون صناعي بنسبه 100% ان شاء الله على المستوى القريب والمستقبل القريب باذن الله. لازم نعتمد على نفسنا ولازم نشوف حالنا بقى. احنا مش اقل من الدول اللي سبقتنا، احنا بالعكس عندنا عقول متميزه، عندنا شباب واعي ومدرك لحقيقه الامر وحقيقه الظروف اللي راهنه اللي بتعيشها مصر وبتعيشها العالم كمان معانا. باعتبار ان جزء مصر جزء من العالم، فاحنا متاثرين بتداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه، ولكن يجب ان نعتمد على انفسنا. وده اللي احنا بنعمله دلوقتي بتوجيهات مع معالي فخامه رئيس الجمهوريه والدكتور علي مصلحي وجميع الساده الوزراء. طيب ده كلام حلو جدا. هرجع برضو على الرقابه للاسعار. تمام يا فندم. احنا بننزل يا فندم نبص على الاسواق ونتاكد ان الناس ما بتغاليش في السعر. القصه مش قصه تنافسيه يا استاذ احمد، قصه تاجر لص مش تنافسيه. التنافسية دي قصة تانية خالص. يعني ايه التنافسية؟ في انه يبقى في حتة الناس بتبيع فيها مثلا كيلو خضار ما، سميه زي ما تسميه، فليكن قوطة، فيبيعها ب10 جنيه. تمام. وهو كده. ولو مش عاجبك روح لحد تاني. السؤال هو هل انا براقب الناس دي ولا ما براقبهاش؟ ولو براقبها امال ازاي هو بيعمل كده؟ ما انا لو براقبه يبقى هو مش هيجيله الجرأة يعمل ده. لان انا اكيد هاخد ضده الاجراء القانوني بقى، يطلع غرامه، يطلع تشميع، يطلع زي يعني حضراتكم اضرب الاجراء القانوني. طب خلينا نتفق على حاجه يا فندم. قول لي يا فندم.
احنا دايما يمكن مع الدكتور وزير في كل اتجاه في كل توجهاته لينا دايما بيراهن على وعي الساده المستهلكين. هو ده حائط الصد الاول، بمعنى ان اي مواطن واي مستهلك داخل جمهوريه مصر العربيه لما يلاقي في طفره في الاسعار هي أيوة. لازم يبلغنا على طول عشان نقدر نتحرك بسرعه ونداوي هذه الطفره. خلينا برضو نكون واقعيين، احنا عندنا عدد مفتشين كبير ويكفي، ولكن برضو ارجع واقول لحضرتك المواطن هو حائط الصد الدفاعي الاول ضد بعض التجاوزات اللي بيعملها بعض الساده التجار. ما من شك ان معظم الساده التجار هم مواطنيين داخلين في تنميه المستدامه بطريقه جميله جدا، ولكن في بعض القله المتجاوزين انا بسميهم المغامرين والمقامرين، هم دول يا فندم اللي بناخد ضدهم اجراءات واجراءات حاسمه جدا لا تهاون فيها. استاذ احمد، استاذ احمد، هو انا عندي كم مفتش يا فندم في الوزاره؟ لا ده مش في الوزاره بس يا فندم، في المديريات كمان. ايوه يعني عندي كام؟ ولكن مع على كثره العدد برضه لازم وعي المواطن هو حائط السد الدفاعي الاول. مش معقول يا فندم هحط مفتش على كل تاجر، استحاله. صح، بس عندي سؤال بقى. نعم. مش المفتش بيبقى له نطاق جغرافي بيتحرك فيه؟ اكيد طبعا يا فندم. ماشي. اكيد. انا اقول للمواطن خد بالك؟ اقول للمواطن بلغ عن التاجر الجشع؟ اقول للمواطن لو الحاجه لقيتها اغلى من سعرها ما تشتريهاش وبلغ؟ طبعا جدا قوي خالص. بس انا مثلا هضرب لك مثل بسيط للحصر. في منطقه لطيفه كده او كانت لطيفه زمان اسمها جمعيه صحراء الاهرام، حدائق الاهرام. تمام يا فندم. اخر ميدان الرمايه كده. عارفها. على طريق الفيوم. عارفها فندم. المفتشين بينزلوا هناك يا استاذ احمد؟ على فترات يا فندم. حضرتك متاكد؟ عشان اكون صادق معاك طبعا على فترات يا فندم. فترات بيتم وبيتم تحرير محاضر هناك على فكره، ويتم عرضها على السيد وكيل النائب العام. هو المفتش يا فندم ليه حق ضبطيه ولا لا؟ ما هو ما بسموش مفتش الا اذا كان معاه ضبطيه. طيب. يعني اذا كان يا فندم بينزلوا، اصل انا قدامنا حاجتين يا فندم، يا اما انا يوسف، انا المواطن الاخ الفاضل يوسف طيب امير بيشتغل مذيع او بيشتغل نائب، يعني اختار حاجه من الاثنين، هينزل يصور لحضرتك اللي بيحصل هناك. تمام، واحنا معاك برضه يا فندم. اي معلومه هتجيلنا هيتم التعامل معاها بشكل. طب انا قلت المعلومه اهو يا فندم. خلاص يا فندم، يتم التعامل معاها بشكل. اعد لحضرتك كام حي؟ ده كده حي واحد، وما هوش حي حي يعني، ده حته تبع الحي الهرم. فاعد لحضرتك كام حي يا استاذ احمد. كل اللي انا طالبه، ارجوكوا 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 شدوا حيلكوا على التجار حبتين، شدوا حيلكوا على التجار حبتين، لا تلات اربع حبات. ارجوك يا استاذ احمد شدوا حيلكوا على التجار تلات اربع حبات. احنا من ناحيتنا هنوعي المواطن ونقول له الغالي ما تشتريهوش، وبلغ عن التاجر الجشع، وما تسكتش وما تسيبش حقك. بس كمان لازم المواطن يشوف قدامه اجهزة الدولة شمعت ده، غرمت ده، ظبطت ده. لكن المواطن لو مش شايف كده هيجي يقول لي واشتكي لمين؟ شكوى لغير الله ما زل، هيقول لي كده. لا يا فندم، في خطوط الساخنه موجوده طبعا ومتاحه. حلوه وجميله وعظيمه ورائعه، شدوا حيلكم على التجار يا فندم. طيب في حاجه برضو اقدر اضيفها على حضرتك. كلام حضرتك طبعا جميل جدا وعملي وواقعي، ولكن في حاجه حضرتك اسمها ثقافه الاستغناء. انا كمواطن لما الاقي في حاجه بعض التجار هو المواطن مستغني خلقه. استاذ احمد، استاذ احمد، بص يا فندم استاذ احمد شويه، استاذ احمد تحت امرك، عشان خاطري شدوا حيلكم على التجار، سايق عليك النبي. لا يا فندم، ده واجبنا طبعا تجاه الشعب طيب. بتاعنا يا فندم، احنا جزء من الشعب دوت. لكن الحملات، لا الحملات يا فندم مكثفه، بتقوم بواجبها على اكمل وجه، ولكن اذا كان في بعض النقط الضعيفه لا يتم انهاءها طبعا بسرعه. ارجوك المشاكل ديت، ارجوك باذن الله. الدهو قدود. اشكرك جدا يا استاذ احمد، كل الشكر. استاذ احمد ابو الفضل، مدير عام الاداره العامه لشؤون الرقابه التجاريه بوزاره التموين.